اهلا بكم في حلقه جديده برنامج ارتقى. طبعا كل واحد فينا عنده صحاب في الجامعه، عنده صحاب في المدرسه، عنده صحاب في المنطقه بتاعته، ويمكن ده موضوع حلقتنا النهارده، هو انواع الصحاب. طبعا كل شله من دول فيها الشاب الروج بتاعها اللي دايما بيحسسك ان انت اقل منه. نجم مصر عامل ايه يا فنان؟ لا لا ايه انت جايبين اكل ولا ايه نجوميه؟ لا ده مسلسل كده بس مش عايز ارقص. طب ما تاخدنا نمثل معاك يا فنان، يعني ناخد اللي بيقع منك ولا اي حاجه. بس مثل انت عشان تبدا تمثل بدايتك معايا. وانا معاك يا رجوميه. تسمع الكلام. اسمع الكلام. انا نازل فيلم في العيد. تمام؟ تمام. جميل. جميل. هتشتغل معايا ايه؟ ايه يا رجوميه؟ لبيس. لبيس. النوع التاني هو صاحبك اللي بيحسسك دايما انه على طول مشغول، مع ان انت عارف انه ما بيعملش اي حاجه في حياته وحياته اتفه من الجوافه، بس لازم يحسسك انه مشغول. الو ايه يا معلم عامل ايه؟ الو يا مصطفى بقول لك ايه؟ اقفل بس دلوقتي عشان دلوقتي داخل انترفيو. انترفيو؟ لسه مخلصين امتحانات. اه يا عم انترفيو؟ بس طبعا شويه اسئله. طب بص اقفل اقفل انا بس هخلص وهكلمك تاني. طب سلام. انترفيو ايه ده؟ في حد بيروح اصلا؟ شركات في الاجازه بتفرج. الو الو حبيبي قلبي. يا عم الخروجه بتاعت امبارح كانت جامده جدا وفاتتك. والله مصطفى امبارح ما كنتش فاضي خالص. انت في البيت ولا فين؟ انا في مكتب. مكتب؟ خلاص فين في الشركه. شركه ايه يا ابني؟ انت كنت لسه في انترفيو امبارح. عيب عليك يا مصطفى تسال السؤال زي ده. يا ابني احنا جامدين جدا بس متواضعين شويه، عيب عليك. طب قول لي علامه المكتب وهجي لك. ايه؟ تيجي المكتب؟ لا بقول لك انا بخلص شغل ومروح اهو. خلاص يا عم سلام. النوع الثالث هو صاحبك العميق في صغرس في نفسه. في ايه يا ابني مالك؟ الحاج خلاص خليني جبت اخري. كلام عندي كل شويه اسطوانه اقعد ذاكر اسمع كلام امك. ما هو انا مش لاقي طريقه تعامل معاه محلوله. بص يا صديقي عشان تحل الاشكاليات اللي بينك وبين ابوك لازم تشوف المحاور بتاعت المشكله. انت المشكله اللي ما بينك وبين ابوك ان انت بتفكر بفكر جيل وهو بيفكر بفكر جيل تاني، فاحنا لازم نوصل لحل وسط. لازم ان انت تبدا تعتمد على نفسك وما تعتمدش على ابوك تماما. ما تخليش الدنيا هي اللي تمشيك يا صديقي، لازم انت اللي تمشي الدنيا زي ما انت عايزها، وابدا اعتمد على نفسك واثبت لابوك ان انا مش محتاج منك حاجه. ارسم الحياه اللي انت عايز توصل لها يا صديقي وما تعتمدش على حد. انا ممكن اعتمد على نفسي بس عشان اعتمد زوغ منه فلوس. ما تسلفني 2000 جنيه ابدا بيهم حياتي. اوعدك اول ما اجيبهم اديهم لك. بص يا صديقي الاب ده ابوك، لازم تفضل تحت ظل ابوك ولازم ترجع له وتتاسف له وتقول له يا ولا اسف واعمل اللي هو عايزه منك واقعد ذاكر واسمع كلام امك. هم دول اللي في عينك يا ابني في الحياه. بتعتمد على نفسك مش كده. النوع الرابع هو صاحبك الفصيل اللي هو فيما معناه يعني البطيء. بص يا اسطى بقى بما اننا لسه خارجين امتحانات ووجع دماغه وقرف، احنا نخرج. ايه رايك نطلع على سيتي ستارز؟ لا يا عم سيتي ايه يا عم، نقابل بنات ونعكسهم ونطلع معاهم اخواتهم ويضربونا ونتخانق على ايه يا عم فاكر؟ شوف حاجه تانية. طب مول مصر نلعب بص ونزحلق للصبح بطريق؟ لا يا عم جليد ايه دي ب 800 جنيه انت بتهزر؟ ايه يا ناصر بطريق؟ فهمت دماغك، احنا نطلع السخنة ونقضيها بلياطة وبلياطة للصبح. لا يا عم سخنة وفرهدة ومشوار وبعيد وبتاع. لا لا فاكر شوف حاجة تانية. احنا نأجر ساعة ونلعب كورة بقالنا كتير. لا يا اسطى فخادي شد عليا مش قادر. فخاد ايه يا عم؟ مصطفى انا هروحكوا بيتكوا يلا. لا يا عم بيتنا اقعد مع ابويا وبتاع ويقرفني. لا يا عم ولا انزل انزل يا عم هنا على ابو دي صحوبية في داهية. طبعا كلنا بنتمنى يكون موجود في حياتنا الصاحب الجدع، الصاحب اللي تلاقيه دايما جنبك في كل المواقف، الصاحب المحترم، الشخص الناجح في حياته اللي انت عارف ان مجرد وجوده في حياتك هو هيفيدك اصلا في حياتك كلها. بس السؤال الاهم هنا، هل انا صاحب الجدع ده؟ يعني هل انا فيا المواصفات اللي انا بدور عليها في الناس؟ يعني هل انا لو صاحب لحد الصاحب ده هيشوفني انا الصاحب الجدع؟ لو الاجابه اه فانا هلاقي الشخص ده بكل سهوله. لو الاجابه لا يبقى انا لازم عشان اوصل للشخص ده ان انا ابدا التغيير من نفسي انا، ان انا ابدا ان انا اشوف المواصفات اللي انا بدور عليها وابدا اخليها موجوده فيا انا. في مقوله على عبد الله بن مسعود قال اعتبروا الناس باقدانهم. يعني ايه؟ يعني احكم على الشخص من الناس القريبه منه او من الناس اللي هو دايما بيقضي معاهم الوقت.
فدايما خلي بالك كويس جدا من الناس اللي انت بتصاحبهم. احنا عندنا مثل كده يقول لك الطيور على اشكالها تقع، فدايما الشخص لما بيدور على اصحابه بيدور على الصحاب اللي فيهم المواصفات اللي شبهه او المواصفات اللي هو نفسه تبقى فيه. فخد بالك جدا لان الناس اللي بره هتحكم عليك من تصرفات صحابك، فنقي صحابك كويس جدا. استنوا الحلقه الجايه في باقي انواع الصحاب. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واعمل منشن لاصحابك اللي شفناهم في الفيديو.